معكم مصطفى الغدير رئيس مصلحة تأطير المؤسسات والتوجيه. إذن اليوم عندنا لقاء ملتقى ديال التوجيه، هذه فرصة للتلميذات وتلاميذات المديرية للاشتغال على ما يسمى بالمشروع الشخصي ديالهم. إذن الآن في ظل الإصلاحات اللي كتعرفوا المنظومة التربوية كان هناك تركيز على المشروع الشخصي للمتعلم منذ البداية، منذ السادس هذا الملتقى. إذن كيجي في واحد لتدقيق اختيارات ديال المتعلمين ديالنا في ما سيأتي فيما بعد. المناسبة سانحة لكي نشكر الإخوان أطر التوجيه، الإدارة التربوية، والأباء، الصحافة المحلية على المجهودات المقدمة لإنجاح هذا الملتقى. والدور ديالهم كيدخل في إطار مواكبة الهدف الأساسي اللي هو المشروع الشخصي المتعلم. المشروع الشخصي المتعلم إذن ندفعه أو نعمل على أن يبلور مشروع الشخصي، ولكن ضروري من المواكبة، مواكبة تخصصية، مواكبة تربوية، مواكبة إدارية، بالإضافة إلى المواكبة اللي خصها تكون أيضا حاضرة هي المواكبة الأسرية. والتوفيق للإخوان وللجميع. رحيم بخرفان صديق، رئيس المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني بأكاديمية جهة الشرق، نتواجدوا الآن في المديرية الإقليمية بقرسيف من أجل الملتقى الجهوي المنظم من طرف الأكاديمية بالتنسيق مع مديرية إقليمية للقرسيف، من أجل يعني مواكبة التلميذات والتلاميذ في اختيار مسار دراسي وتكويني ما بعد البكالوريا. ويستهدف هذا الملتقى ما يقارب 3000 تلميذ وتلميذة في مستوى الثانية بكالوريا مختلف الشعب والمسالك، من أجل وتواجد كذلك معنا ما يفوق 23 مؤسسة تكوينية وجامعية، من أجل المساهمة في خلق روابط التواصل ما بين التعليم العالي والتكوين المهني من جهة والمؤسسات الثانوية من جهة أخرى، من أجل المساهمة في مواكبة التلميذات والتلاميذ وتمكينهم من اختيار مسار دراسي وتكويني والاندماج في سوق الشغل بطبيعة الحال بشكل سلس وموفق إن شاء الله، وبالتوفيق للجميع. السلام عليكم، انا تلميذه من جماعه ساكا من ثانويه بنو طفيل. انا بغيت نشكر الاطر التربويه والاجتماعيه اللي قدمت لنا هاد اللي عطاتنا فرصه باش نتعرفوا على بزاف ديال المجالات ونتعرفوا على بزاف ديال التكوينات، من بينهم مثلا الاطر الفندقه او ضباط الصف مثلا او التمريض. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اولا معكم التلميذه ورده بغدادي، ممثله المجلس التلاميذي على المستوى الاقليمي ونائبه رئيس على المستوى الجهوي. صراحه هذا الملتقى كان من احسن الملتقى اللي احسن نشاط قمت به. صراحه تعرفنا فيه على مجموعه من المدارس اللي كتخول الفرصه لمجموعه من التلاميذ انهم يولجوها وانهم يكون عندهم واحد النظره من بعد البكالوريا. وانا صراحه كتلميذه مقبله على اجتياز البكالوريا، صراحه استفدت من مجموعه من المعلومات وعطاو مجموعه من زعما المعلومات اللي كتخص التلميذ وكتهمنا كتلاميذ من بعد اجتياز البكالوريا. وصراحه هذا الملتقى عطاني معلومات بخصوص المدارس اللي ما كانش عندي عليهم درايه. حنا كتلاميذ كتكون عندنا درايه على مؤسسات كالينا ولينسا ولينسام والى ما دون ذلك، ولكن هنا عطاونا معلومات كاين بعد الافاق، كاين بعد المدارس اللي كتخول لك افاق كبيره. وصراحه كنشكر كل المشرفين على هذا النشاط، وكنتمنى ان التلاميذ يجيو ويبحثوا في هذا المجال ويكون عندهم واحد الهدف هو اهم شيء، لانه اي تلميذ ما عندوش هدف راه ما عادش يوصل. وشكرا لكم. السلام عليكم، بونجور، نو سوم ليكول سوب ماناجمنت دو فاز، ايكول انتركونتيننتال ليبر ريكونو بار ليتا دوبوي 2017. بالنسبه لنو ديبلوم سو سون دي ديبلوم ايتاتيك اللي كيتكاشطاو في لافاك ديال فاس، بيان سور لي طلبه كيمكن لهم يدوزوا بهم لي كونكور الدوله ويخدموا بهم مع الدوله. ليكول كاينه من 1995. ليكول بروبوز 6 بول دو فورماسيون اللي هما ايكول دو ماناجمنت، ايكول دانجينيوري، ايكول دو توريزم. هادو بالنسبه للي باشوليي ولا بالنسبه للي ستوديون اللي ديجا عندهم اون ليسونس باغيين يدخلوا لان ماستر. بالنسبه ليكول دو دوا ديبلوماسي غوفيرنونس لانرجي رينوفلابل ماناجمنت دو سون
santé. Management de santé d'ailleurs, c'est une nouvelle filière li عندنا. Alors بالنسبه لهاد لي 3 بول لي ذكرنا في التالي هادو لاكسي ليهم غير الماستر. Alors on propose bien sûr plusieurs filières chaque pôle. اللي يمكن لكم تدخلوا السيت ويب ديالنا اللي هو www.supmanagement.ma باش تطلعوا على لي فيليير اللي عندنا وتشوفوا ليكول دو بري. تشوفوا لي زاكتيفيتي كون بروبوز دوران توت لاني عندنا با مال داكتيفيتي. الوغ بالنسبه لي فري عندنا دي فري اللي هما مزيانين اللي في المتناول ديال جميع الطلبه. بالنسبه لي فري حتى هما تزورونا ليكول ديريكتومون ولا تتصلوا بينا غتطلعوا على لي فري كاملين. الوغ بيان سور اون ا دي بارتناريا مع دي زيكول في ليترونجي بور لا دوبل ديبلوماسيون. عندنا بارتناريا مع لوميف جنيف ان سويس, عندنا مع لورو امريكان اللي كاينه في فلوريد في الامريكان. هذا الملتقى كيمكن الطلبه باش يتقربوا اكثر من لي زيكول اللي كاينين تقريبا يا في الجهه يا في المغرب كامل, ياخذوا فكره يحاولوا يتوجهوا وياخذوا فكره على لي فيليير على لي بول على لا فورماسيون بصفه عامه اللي كيمكن لهم يديروا مورا الباك. وكنشكروا الاكاديمي اللي كل عام كدير هذه المبادره واللي كتقرب الطلبه وكتقربنا حتى حنا من الطلبه. وكنشكركم ميرسي وميرسي بور فوتغ فيزيت وان شاء الله نشوفكم في فاس. ميرسي بوكو. السلام عليكم, الاسم ديالي الشهي رشيده, ستاجير في ليتابليسمون دكارسي. اليوم عندنا واحد البادره اللي هي ان حنا نبارطاجيو المعلومات ديالنا مع لي ستاجير جداد. في هذه البلاصه هذه كنوجهوا التلاميذ وكنعطيهم لي زانفورماسيون اللي ينفعوهم في التوجيه ديالهم المدرسي. مثلا حنايا في التخصص ديالنا في ليتابليسمون عندنا تدبير المقاولات, وكنوجهوا التلاميذ انهم يختاروا البرونش ديالهم اللي يساعدهم في انهم يوصلوا للاجازه المهنيه ديالهم ويحققوا المراد المهني ديالهم. السلام عليكم, معكم تلميذ سيونس فيزيك فرونسي ثانويه بنو طفيل ساكا. جينا هنايا هنايا المثال ديال التكوين المهني باش نشوفوا التوجيه ديالنا كتلاميذ فين غادي يمشيو. كانوا هنايا موجهين اللي عطاونا شي كلمات وشي صوالح اللي باينين يعني عاونونا باننا نتوجهوا يعني مور البكالوريا. وكاينين هنايا مدارس اللي ما كيحتاجوش العتابه يعني غير باك عادي, وكاين مدارس اللي كيعتمدوا على ان خصك تكون عندك لاسوي طالعه يعني من 12 الفوق. وبينوا لنا شحال من صوالح يعني كاين مدارس اوروبا يعني كالشباب اللي باغيين يمشيو لاوروبا يعني كاين انهم يمشيو بالدبلوم حسن به. وعجبنا هذا الشيء هذا يعني حنا في هذه المرحله ما لقيناش واحد اللي غادي يقول لنا هذه الحوايج هذو يعني كاين هنا موجهين اللي كيعاونوا الشباب يعني هنا كاين موجهين اللي كيعاونوك ماشي ضروري انك تكون مدرسه خاصه يعني حتى مدرسه عموميه يعني اي واحد يقدر يدفع شي حاجه يعني نتمنوا من الله تعالى يسهل علينا ويكون كاع الشباب تكون موجهه. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.